السلام عليكم متابعي قناة جديدة العروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غتشوفوا تخفيضات اللي تتواجد بمدينة الدار البيضاء. بالنسبة للعنوان بالضبط يعني الدار البيضاء غتشوفوها في التالي ديال الفيديو. وما تنساوش قبل ما نبداو يعني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد اللي مازال ما اشتركش معنا، وضغطوا على الزر ديال الاعجاب باش تشجعونا نستمروا ونبداو على بركة الله. بالنسبه لهاد التخفيضات امرها متوفره حاليا وغتستمر حتى ل 2 يوليوز لنهار الثلاثاء ان شاء الله. كاين هاد الغساله اوتوماتيك 7 كيلوغرام لا مارك هوم ماكس، بالنسبه للثمن 50,000 ريال يعني ما فيهاش تخفيض، جايه بالثمن ديالها الاصلي. كاين هاد 6 ديال الاوعيه اللي كانوا ب 55 درهم يعني 1100 ريال، دابا تيبقاو ب 600 ريال 30 درهم من الزاج بطبيعة الحال. كاين هاد سمارت تي في لا مارك لايف ماكس، بالنسبة للقياس ديالها 50 بوس، الثمن ديالها 3499 درهم يعني 70,000 ريال. كاين هاد التلاجة ديال هوم ماكس دايرة 3999 درهم يعني 80,000 ريال، الثمن ديالها الاصلي ما فيهاش تخفيض. بالنسبه للطول فيها 1.72 متر، بالنسبه للعرض فيها 59.5 سنتيم، والجناب فيها 66 سنتيم. الكونجيلاتور تهز 71 يترو، وبالنسبه للثلاجه تتهز 239 يترو. كاين هاد الاله ديال الرياضه للجري الطابي غولون، بالنسبه للثمن ديالها 1600 درهم 32,000 ريال. لامارك ديناميك. بالنسبه للطابي يعني ديال الجري فيها في الطول متر، وبالنسبه للعرض فيها 38 سنتيم. بالنسبه للفيتاس تتبدا من 1 حتى 6 كيلومتر في الساعه، الثمن ديالها 32,000 ريال. كاين هاد العصاره ديال الليمون اللي دايرة 120 درهم، الثمن ديالها اللي كان من قبل 180 درهم يعني دايرة 2400 ريال. كاين هاد المشواز يعني بسلك مزدوج كهربائية بطبيعة الحال، بويسونس ديالها 1200 واط. بالنسبة للديمونسيون جاية ب 43 سنتيم على 38 سنتيم، الثمن ديالها 300 درهم 6,000 ريال. كاين هاد المجموعة ديال الأدوات للحمام اللي دايرين 120 درهم 2400 ريال. كاين هاد المجعد ديال الشعر اللي داير 40 درهم 800 ريال، الثمن ديالو من قبل 70 درهم 1400 ريال. كاين هاد الحامل ديال الوعاء ديال النباتات اللي جاي بهاد الشكل، فيه 4 إيطاجير. بالنسبة للماتيغ ديالو ميتال، ديمونسيون جاي ب 34 سنتيم على 34 في 67 سنتيم، الثمن 250 درهم 5,000 ريال. كاين هاد المجموعة ديال القوالب ديال الحلوى، 3 ديال الليمون، بالنسبة للثمن 70 درهم 3 بيهم يعني 1400 ريال. الكبير فيه 28 سنتيم في الديمونسيون ديالو يعني في القطر ديالو، الصغير 24 سنتيم، والمتوسط فيه 26 سنتيم. كاين هاد الطحانة ديال الحبوب ديال التوابل لامارك ديوتشمان، الثمن ديالها 349 درهم 7,000 ريال. بالنسبة للبويسونس ديالها 1200 واط. كاين هاد الخلاط كهربائي لامارك ديوتشمان، بالنسبة للثمن 200 درهم يعني بالثمن ديالو الأصلي، تيهز 2 يترو. كاين هاد الطابليت جالاكسي تاب أ سات
لايت الثمن ديالها 1600 درهم، 32000 ريال، فيها 3 جيجا في الرام و 32 جيجا في الستوكاج. بالنسبة للحجم فيها 8.7 بوص، الكاميرا فيها 8 ميجا بيكسل، كما قلنا هاد التخفيضات غتكون مدينة الدار البيضاء بواحد الجهة معينة، يعني ماشي بالدار البيضاء كلها، عنوانها انتم غتشوفوها في الفيديو. بالنسبة للدجاج كاين تخفيض ديال 25% على الفخذ ديال الدجاج، الدجاجة كاملة نصف دجاجة يعني اللي بغيتو، يعني كاين تخفيض ديال 25%، كاين تخفيض حتى القطع ديال الديك الرومي والكبدة ديال الدجاج. بالنسبة للمكان فين تيتواجد التخفيض، ني طريق تادارت ولا الطالب، إقامة لينا، الشطر 6، حي كاليفورنيا، الدار البيضاء. دابا غنذكركم بالعروض الوطنية اللي متوفرة حاليا، يعني ابتداء من هذا النهار الجمعة بجميع متاجر بيم، اللي تتشمل هاد المقلاة الكهربائية اللي دايرة 550 درهم، يعني 11000 ريال، لامارك كيوي، كاين هاد ماشينا كافي اللي دايرة 800 درهم، 16000 ريال. بالنسبة لامارك ديوتشمان كاين هاد مجموعة من الأوعية الزجاجية، كاين ثلاثة ديال الأوعية اللي تحطو بهذا الشكل، الثمن ديالهم 50 درهم، 1000 ريال. بالنسبة للطنجرة بغطاء كاينة صغيرة فيها 8 لتر ودايرة 200 درهم، 4000 ريال. بالنسبة للحجم الكبير يعني 14 لتر دايرة 5000 ريال، 250 درهم. كاين هاد الموزيع ديال السوائل من الزاج اللي داير 150 درهم. بالنسبة للسيبور ديالو من الميتال الثمن ديالو 3000 ريال. كاين هاد الوعاء ديال الحلوى من الزاج اللي داير 40 درهم، 800 ريال. كاين هاد القنينة الزجاجية للزيت اللي تتهز 100 مليلتر، الثمن ديالها 17 درهم، 340 ريال. كاين هاد ثلاثة ديال الزرابي للحمام اللي دايرين 130 درهم، ثلاثة بيهم 2600 ريال. بالنسبة لهاد الزوج الصغار فيهم نص متر على 40 سنتيم، وهاد الكبيرة هادي فيها 80 سنتيم على نص متر. كاين هاد الكوب هذا اللي تيهز 350 مليلتر، الثمن ديالو 1000 ريال، تيتوفر بثلاثة ديال الألوان. كاين هاد القنينة حافظة للسوائل يعني ايزوتيرم اللي متتوفر بستة ديال الألوان، الثمن ديالها 40 درهم، 800 ريال، تتهز نص سيترو. كاين هاد الصحن اللي تيتوفر بمختلف الأحجام، كاين الصغير داير 7 دراهم، المتوسط داير 14 عفوا 15 درهم، كاين هذا اللي داير 17 درهم في القطر ديالو 22 سنتيم، والكبير داير 20 درهم 25 سنتيم في القطر يعني 400 ريال. كاينين هاد الكيسان اللي دايرين 15 درهم للكاس، تيتوفروا بمختلف الاشكال. بالنسبه لهاد الوعاء حتى هو ب 15 درهم، 300 ريال. كاين هاد الكاسرول اللي دايره 35 درهم، 700 ريال، تتوفر بمختلف الالوان. بالنسبة لهاد الكيسان، أربعة ديال الكيسان دايرين 25 درهم، 500 ريال بخمسة بيهم، عفوا بربعة بيهم. كاين هاد المجموعة ديال الأواني ديال التقديم اللي كاين خمسة ديال ليبول معاهم السيبور ديالهم، الثمن ديالهم 100 درهم.
كاين هاد الاطباق، جوج ديال الاطباق الثمن ديالهم 18 درهم، وكاين هاد الزوج ديال الاطباق هادو اللي دايرين 25 درهم، 500 ريال. كاين هاد الادوات ديال الطبخ اللي دايرين 25، عفوا 50 درهم، 1000 ريال. كاين هاد الحامل ديال المفاتيح اللي كان داير 700 ريال، دايرين له 25 درهم، 500 ريال. كاين هاد الرف ديال الأحذية مع المقعد، يعني على شكل مقعد، جايب هاد الشكل، الثمن ديالو 345 درهم، 6900 ريال. بالنسبة للقياس تيجي بالطول ديال 71 سنتيم، بالنسبة للعرض 33 سنتيم، والطول فيه 45 سنتيم. كاين هاد البلاطو اللي قابل للطي، جاي على شكل طبلة، الثمن ديالو 100 درهم، 2000 ريال. وأخيرا كاين هاد الغسالة أوتوماتيك اللي تتوفر بجميع المتاجر بامتداء من هاد النهار، يعني لا مارك هوم ماكس، الحجم 7 كيلوغرام، الثمن ديالها 50000 ريال. وإخوان الأخوات، إلى هنا ينتهي الفيديو. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. وما تنساوش تخليو واحد الكومنتير زوين باش تشجعونا، واللي مجرب شي منتوج من هاد المنتوجات يشاركنا التجربة ديالو باش كلشي يستافد. وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.